جول فتحها اللعبه. ها مسوف مع اللعبه؟ اي شنو؟ اما عسى ما صارت في الخليج. يس عسى انا ما فزني. وقف وقف، انا اول واحد اشوفه ما عنده غيره ويحكي على بلد. راح افهمك ليش انا وتحكي. من فزنا على السعوديه؟ ايه قام يرمون عشوائي. ايه من رموا راح ضحيتها طفل. انت تقبلها ناس تفرح وناس تحزن؟ لا ما انت هسه شلون فرحانين اللعبه وما ادري شنو؟ حسانك وكلامك ما بيك كل خطا، وانا ايدك على هذا الكلام. ان شاء الله راح يفوزون. هلا شباب شلونكم؟ سوي مكان سمعتكم تسولفون على الطوبه. ايه انت شنو موضوعكم؟ انا اشجع العراق. ايه هو جبشير يقول ان شاء الله ما يفوز العراق. ليش ما يفوز؟ شوف عم، ايه هذيك اللعبه فاز العراق. ايه ورموا. ايه مات طفل من سبب هذا الرمي. صحيح، وانت تريدهم يفوزون. ايه شوف منتخبنا بشير حقه واتهم حقك زين، بس المشكله وين المشكله؟ المشكله اكو بعض النفسيات التعبانه، من يفوز العراق ترمي صدق وتروح سببها بسبب الرمي تروح الى اطفال طلقتها تجي. يعني انا ايد بشير بهذا الكلام زين، بس يسوي هذا واقعنا بعد. المرجعيه حكيت يا لا حد يرمي بالمناسبات، لا حد يرمي وما حد سمع كلام المرجعيه. بس احنا شو نقول؟ نقول ان شاء الله يفوز العراق، وان شاء الله ما حد يرمي، وان شاء الله تعدى على خير وناخذ كاس الخليج ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يلا انا ترخص براحتك. يلا بعد لا تشاحنون بيناتكم.